رجل المرور أو منتسب الشرطة أو الجيش هم يعني ناس موظفين مكلفين بالخدمة العامة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، أغلبهم ملتزمين بهذا الموضوع إن شاء الله. بس من نشوف حالة، يعني هي حالات فردية نقدر نقول بس لازم تعالج، يعني حالة أنه من شرطي مرور يقوم بمخالفة القانون اللي هو مكلف بحمايته وتطبيقه، هنا راح نستشعر الخوف والفوضى اللي نعيش بها. سيارة لشخصية عامة، ما أعرف خاصة، المهم تجي رونغ سايد، وهاي السيارة من نجت مخالفة اجت بحماية المرور. فخلينا نشاهد هذا الفيديو ونتحكم. هذول المخالفين يعبرون قبلنا ولو شيخ وذا شيخ، هاي يومية سجل 5 مقاطع ونزلها هاني شيخ عمي. لا شيخ ولا رئيس ولا شو اسمه ما يصير، والله لا نزله قسما بالله لا نزله شيخ ضابط. اي واحد نزل شيخ النوم انه ضابط هذا يابا شيخ، وذا شيخ شيخ يخالف، الشيخ لازم اول واحد يلتزم.